مساء الخير. أحيانا بيتم الإشارة إلى حرب اليمن اللي بقالها حوالي 21 شهر في وسائل الإعلام الغربية باعتبارها الحرب المنسية، هما بيقولوا هي حرب منسية لأنها لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية مقارنة بالصراعات المماثلة في منطقة الشرق الأوسط زي سوريا وزي العراق وزي ليبيا، لكن اللي ما بيقولوهوش ليه هي حرب منسية. بالحقيقة في ثلاث أسباب بتخلي حرب اليمن أقل تحظى باهتمام أقل خصوصا على المستوى الدولي. السبب الأولاني أنه الدول الغربية صحيح مصالحها تأثرت قليلا بالحرب، لكن مصالحها الأساسية الممثلة في العبور من باب المندب والمتمثلة يعني في احتواء القاعدة والحرب على الإرهاب وإن تأثرت لكن ليست كثيرا، والمرور من باب المندب ما زال قائما دون أن تتأثر حركة التجارة العالمية. فده أول سبب. السبب الثاني أنه بعض هذه الدول يخاف غضب المملكة العربية السعودية التي قد تعاقبهم اقتصاديا أنهم تمادوا أكثر مما ينبغي في عرض الصورة في اليمن بشكل يضر بصورة المملكة العربية السعودية. الأمر الثالث وهو الأهم، إن كتير من الدول دي هو متورط بالفعل في الحرب، إما بشكل مباشر بدعم المملكة لوجستياً واستخباراتياً، أو وهو الأهم ببيع السلاح للمملكة العربية السعودية، وهم غير راغبين في تسليط الضوء من خلال وسائل الإعلام الأساسية اللي بيسيطر عليها الغرب، لأن دوت معناها إنه هيعرضهم إلى إحراج شديد ويجرح الصورة الذهنية اللي بيحبوا يرسموها أمام شعوبهم باعتبارهم زعماء العالم الحر. يعني يجنوا ثمار الحرب في شكل عقود سلاح. بريطانيا لوحدها باعت إلى المملكة العربية السعودية أسلحة منذ انطلاق حرب اليمن وإلى الآن ب2.8 مليار دولار، لكن في نفس الوقت يحبوا أن يزرفوا دموع التماسيح على الضحايا وما يحبوش أنه يبانوا في الصورة بأنهم جزء من هذه المأساة. عموما هذه قصة أخرى. إحنا النهاردة بنتكلم على مسألة أبسط من كده شوية. إحنا بناء على رغبة عدد من أصدقائنا ومنهم صديقنا مصطفى أبو زيد اللي طلب أكثر من مرة أن إحنا نعرض إلى حرب اليمن، بنقول أمرين: كيف بدأت الحرب والأطراف الأساسية المشاركة الآن، والأهم من كل ده أفق الحل أو السيناريوهات المحتملة لنهاية الحرب. الحرب بنذكركم بدأت بشكل يبدو أنه هو عفوي لما الرئيس هادي قرر تحت ضغوط صندوق النقد الدولي رفع أسعار الوقود، والحقيقة أنه عمل كده لأنه اليمن وهي أفقر دولة في العالم العربي واحدة من أفقر دول العالم كانت على شفا الإفلاس. لما رفع الرئيس هادي الدعم عن الوقود، خف الدعم عن الوقود وبالتالي ارتفعت الأسعار، في جماعات كتيرة ثارت غضبا على هذه الخطوة، لكن اللي تصدر المشهد كان جماعة أنصار الله أو المعروفين إعلاميا بالحوثيين. الحقيقة الحوثيين ربما كانوا غاضبين من رفع الأسعار، لكن مش هو ده أبدا السبب الرئيسي. الغضب اللي كان لدى جماعة الحوثيين على وجه التحديد هو الحقيقة بيعبر عن غضب وإحباط مستمر منذ سنوات طويلة لدى الجماعة اللي بتمثل أغلبية في منطقة صعدة في شمال اليمن وجنوب السعودية، وبتمثل أقلية طبعا يعني كطائفة محسوبة على الشيعة في اليمن، لكن كان لهم طموح منذ سنوات طويلة في أن هم يمثلوا في الحكم بأكبر مما هو كائن، واشتبكوا مع علي عبد الله صالح على الأقل 6 مرات في 6 سنوات، يعني تقريبا معركة بمعدل كل عام من 2004 ل2011، والجولة السابعة كانت قادمة لولا اندلاع ثورات الربيع العربي اللي أطاحت بعلي عبد الله صالح وتركت فراغا أو خلقت فراغا سياسيا كبيرا في اليمن، شجع الحوثيين على إن هم يلعبوا دور أكبر. مع اندلاع الانتفاضات والغضب بسبب اللي أنا قلت لحضراتكم عليه الاعتراض على قرارات الرئيس، تلا ذلك تحزب بين قوى كثيرة على رأسها في ذلك الوقت جماعة الحوثيين وقوى أخرى متعاطفة معهم أو مشتركة معهم في الغضب على ضعف حكومة هادي وقراراته،
وحكومة هادي ومعه قوى أخرى أهمها حزب الإصلاح أو جماعة الإخوان المسلمين اليمنية. حتى هذه اللحظة طبعاً كان في قوى مؤثرة جداً ومهمة تنتظر وتراقب وبتنتظر اللحظة المناسبة لتحقيق مصالحها، وهو الرئيس علي عبد الله صالح نفسه اللي خرج من السلطة مرغماً بضغط دولي وضغط محلي، ولعب الدول الخليج دور كبير جداً في إقناعه عن التخلي عن السلطة بعد 2011 بعد أن تعهدت له بتحصينه قضائياً من الملاحقة. في كل الأحوال اللي حصل إنه المفاوضات التي تلت هذه الانتفاضات ومحاولة إرضاء جماعة الحوثيين التي كانت بتطالب بخفض أسعار الوقود وحكومة جديدة، ثم تطورت المسألة إلى اجتماعات كثيرة جدا بين كل الفرقاء في محاولة لصياغة دستور جديد يضمن إشراك الجميع في السلطة، فشلت كل هذه المفاوضات. وكان من الطبيعي إن هي تفشل لأنه القوى الأقوى على الأرض وقتها كانت جماعة الحوثيين وأنصارهم، ومن وراهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اللي حكم من سنة 78 حتى عام 2011. انتهت المسألة بأنه الحوثيين رأوا أنه المجال مفتوح أمامهم مع انسداد الأفق، لجأوا إلى استخدام القوة اللي هي مفتوحة واستخدموا، وجدوا المجال خالي إليهم ومتاح، فاستولوا على صنعاء ولم يكتفوا بصنعاء وكمان اتجهوا إلى عدن، مما اضطر الرئيس اليمني هادي إلى الفرار لاجئا إلى المملكة العربية السعودية. وقتها وجدت السعودية نفسها في مأزق، إن هي صبرت على الموقف الجاري ده معناه إنه جماعة الحوثيين سوف تكون القوى الرئيسية في اليمن، وإن لم تستحوذ على كامل اليمن فسوف تستحوذ على قطاع مقدر منه. ولأن السعودية كانت وما زالت تعتقد أن جماعة أنصار الله هم ذراع أخرى لإيران في المنطقة، مماثل إلى حزب الله في لبنان أو مماثل إلى بشار الأسد في دمشق وعدد من القوى اللي موجودة من الميليشيات اللي موجودة في العراق وبتدعمهم، أو الجماعات المسلحة في العراق اللي بتدعمهم إيران، فكان بالنسبة لها هاجس شديد جدا وضغط أو خطر شديد من وجهة نظرها على أمنها القومي ألا تكون محاصرة من كل الجوانب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بجماعات مدعومة من إيران. فقررت في مارس 2015 أنها تشن عملية عسكرية، يبدو أن كانت حساباتها أن تكون عملية عسكرية سريعة مدعومة من أطراف دولية مختلفة عربيا ودوليا، بحيث أنها تعيد كل الأطراف المارقة وتحديدا جماعة أنصار الله إلى رشدهم، بحيث يجلسوا إلى مائدة مفاوضات مع الحكومة الشرعية أي المعترف بها دوليا اللي هي حكومة الرئيس هادي المدعومة من السعودية. لكن خلال 21 شهر لم يحدث ذلك، وتحولت الحرب إلى مأساة لليمانيين بعد أن تم تشريد الملايين، وتحولت الأوضاع هناك إلى كارثة إنسانية، ووفقا للأمم المتحدة إنه كل 10 دقائق طفل يمني يموت، وعادت اليمن اللي هي بالفعل أفقر دولة في العالم العربي إلى عشرات السنوات إلى الخلف. وانتهاء الحرب الآن يعني أن العراق أن اليمن يحتاج سنوات طويلة جدا حتى يعود إلى نقطة البداية التي كانت شديدة السوء في حال أنها وجدت تمويل. والوضع القائم الآن، إيه هي القوة اللي متحاربة بعد مرور 21 شهر؟ هي نفس القوة التي بدأت مع تغيرات بسيطة. هنجد إن الحوثيين ما زالوا حتى هذه اللحظة بيحافظوا محتلين إلى صنعاء أو مسيطرين على صنعاء. بنجد إنه التحالف الدولي اللي بتقوده يعني الجيش اليمني أو ما تبقى من الجيش اليمني اللي بيدعم، لأن الجيش اليمني انقسم أثناء هذا الفتنة الكبيرة ما بين جزء منه ظل على تأييده للرئيس الشرعي هادي ومعاهم بعض القوى الجنوبية اللي بتدعم الرئيس هادي، يعني اليمن الجنوبي سابقا اللي كان بيسمى اليمن الجنوبي واللي أصبح جزء من اليمن بعد الحرب بعد إعلان الاندماج بين اليمنيين في سنة 1990، وطبعا وجزء تاني انضم إلى الحوثيين والرئيس علي عبد الله صالح اللي انضم إلى جماعة الأنصار الله
في هذه المعركة. فأصبح عندنا من ناحية الحوثيين علي عبد الله صالح وقطاع من الجيش، الرئيس هادي ومعه قوى يمنية، وطبعا ومعه جماعة الإخوان المسلمين في أشكال مختلفة يعني تحت أسماء مختلفة، وفي نفس الوقت هو ده القوى اللي بيدعوهم التحالف اللي بتقود السعودية. خلاف القوتين دول الغير قادرين على حسم المعركة، خصوصا انه التحالف يكتفي فقط بضربات جوية دون وجود قوة على الأرض، بخلاف قوات الجيش اليمني غير قادرة على حسم المعركة على الأرض. عندنا كمان قوة استفادت جدا من الفراغ اللي موجود، وهذه القوة متمثلة في جماعة القاعدة، إذا كان اسمها جماعة القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو الجزيرة العربية أو أنصار الشريعة أيا كان الاسم، وأصبحوا عندهم دويلة داخل دويلات اليمن، لأنهم بيسيطروا على حوالي 350 ميل على جزيرة على خليج عدن، وبيمارسوا هوايتهم زي ما حصل مؤخرا في تفجير الجنود اليمنيين ومساجد الحوثيين، واكتسبوا مزيد من الشعبية، لأنه مع صعود جماعة الحوثيين المحسوبين على الشيعة أصبحت هذه الجماعات المتغلغلة في عدد من القبائل اليمنية بتحاول تصور صراعها مع الحوثيين باعتباره صراع طائفي ما بين سنة وشيعة، وطبعا بتبرر ضربها لقوات يمنية باعتبارهم انه هم يعني دول حراس يعني الطاغوت او المستبدين، فبتستهدف الاثنين. الغريبة انه في اليمن بيتسابق جامعتين متشابهتين، يعني داعش او الدولة الاسلامية المسماة بالدولة الاسلامية والقاعدة. التقديرات بتقول ان داعش هناك بالمئات، لكن القاعدة هناك بالالاف. فأصبح عندنا زادت الحرب وجود الجماعات المتطرفة بشدة، ودوت يثير قلق الدول الغربية أكتر، واللي تمثل مؤخرا في أن الولايات المتحدة اللي عاوزة تنفض إيدها من الحرب وتضغط على المملكة العربية السعودية أعلنت في حركة كده زي دونك شوت كده، حركة تبدو بطولية، سوف نوقف دعمكم بالسلاح، وإحنا دعمنا لكم مش على يعني شيك على بياض. ولو تتذكروا في يناير 2016 اللي هو العام الماضي لما عملنا حلقة عن توقعاتنا في 2016، كنا بنقول من بين الاحتمالات هل يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن السعودية في حربها على اليمن بهدف استنزافها؟ واقع الأمر أنها بتمهد الآن إلى هذه الخطوة، وواقع الأمر أن السعودية تبحث عن مخرج من الحرب لكنها غير قادرة على الخروج الآن، لأن ما فيش أي من الأطراف عاوز يساعدها على خروج آمن يحفظ ماء وجهها ويحقق مصالحها أو جزء من مصالحها. الحروب اللي زي حرب اليمن بتنتهي يا إما أي حروب يا بتنتهي بانتصار كاسح لأحد الأطراف على الطرف الآخر بتنتهي باستسلام زي ما حصل في الحرب العالمية الثانية في بالنسبة لليابان، أو حتى هزيمة الألمان في الحرب العالمية الأولى، أو باتفاق الطرفين اللي بتنهكهم الحرب على نقطة وسط وبالتالي تبقى فيه معاهدة سلام زي ما حصل في حرب الرمال ما بين الجزائر والمغرب في الستينات، أو حتى بين مصر وإسرائيل في السبعينات، أو يحصل أن الطرف القوي والأكبر والمسيطر هو اللي يضطر ينهي الحرب تحت أي ذريعة حفاظا على ماء وجهه واحتواء للخسائر الضخمة المالية والعسكرية والسياسية أمام المجتمع الدولي. والسعودية تبحث عن حل من هذه الحلول يحافظ على مصالحها ويحفظ ماء وجهها، لكن يبدو أن الحوثيين اللي أدركوا أن الضغوط تزيد على السعودية، ويبدو أنه بمنطق أننا بالفعل تحملنا خسائر كثيرة، لا يريدون أن يمنحوا السعودية هذه الفرصة، ما يعقد الوضع أكثر وأكثر ويجعل من وجود حل قريب في الأفق غير قائم. أشكركم وللقاء آخر إن شاء الله.